كلما يأتي الصيام على الأمة أن تخلع جلباب الذنوب وثوب الخطايا، وأن تشمر عن ساعد الجد والعمل، وأن تقبل على أبواب التوبة، وأن تتخلص من صور التيه والضياع والتغرب في هذه الأمة بدعة كفرية تسللت إلينا حتى تفقدنا نور وضياء وسناء وبركات وخيرات هذا الشهر العظيم. جزء من المؤامرة، جزء من المؤامرة ينفذ على الأمة، يطبقه أولئك الذين يشهرون الأمة بمزيد من العهر ومزيد من الفجور ومزيد من مسلسلات الرقاعة وأفلام الخناعة وأغاني الهبوط ومزيد من هذا التيه الذي تجتذب إليه الأمة شيبا وشبابا رجالا ونساء، مع قوة دعائية إعلامية غريبة تسلط الأضواء على هذا العبث.